الدولة التونسية نجحت في إحباط 937 عملية اجتياز في 7 أشهر مقابل 635 في نفس الفترة من السنة الفارطة، منعت اجتياز 12569 مهاجر غير نظامي مقابل 10659 خلال السنة السابقة، في حين وصل إلى أوروبا 7500 مهاجر غير نظامي مقابل 7000 في السنة الفارطة، إذن بزيادة طفيفة بحدود 12%. إذن الرقم الأبرز هو المقاربة الأمنية التي تزداد حضورا، وهنا يبين لنا ما يمكن استنتاجه أنه المشهد السياسي الحالي منصاع بشكل كامل للضغوط الأوروبية في علاقة بمراقبة وضبط السواحل التونسية. المراقبة الأمنية واللصيقة على أو المكثفة على السواحل التونسية لم تمنع الموت في البحر الأبيض المتوسط على السواحل التونسية، باعتبار هذه السنة رصدنا 429 ضحية ومفقود على السواحل التونسية، تقريبا حوالي نصف ضحايا في البحر الأبيض المتوسط الأوسط، وبالتالي السواحل التونسية أصبحت بمثل خطورة السواحل الليبية. أولا، من حيث الواصلين إلى إيطاليا خلال هذه السنة، في 7 أشهر من جملة 7527 واصل للسواحل الإيطالية كان عنا 1246 قاصر، عنا أكثر من 350 امرأة، تقديراتنا أنه في حدود 300 عائلة تونسية، بمعنى أنه اليوم الملامح المهاجر غير نظامي تغيرت وتحولت، لم يعد المهاجر غير نظامي عنده الصورة النمطية السابقة اللي هو المنقطع عن الدراسة ولا المعطل عن العمل. اليوم ولينا نشوف فئات عمرية وفئات اجتماعية عديدة تدخل الخط القصر اللي ولوا بين 16 وحتى 25% من نسبة الواصلين إلى إيطاليا، ثم عندنا النساء، ثم عندنا العائلات. إذن هناك تغير على هذا المستوى، أيضا المستوى المهني أو السوسيو مهني من خلال وجود فئات أخرى، ثم الناس اللي عندها مستويات تعليمية ممتازة أكاديمية، ثم ناس عندها في وضعية شغلية نوعا ما مستقرة، لكن دائما العوامل الدافعة هي اللي خلت مش فقط العامل الاقتصادي والاجتماعي اللي هو الأساس، لكن أيضا هناك العامل السياسي، العامل السياسي المرتبط أساسا بالاستقرار السياسي، المرتبط خاصة بالإحساس بالأمن والثقة في البلاد، المرتبط بنوعية الخدمات العمومية، المرتبط بالمسار العام تاع البلاد اللي يخلي اليوم ثم انعدام ثقة في المستقبل. ايضا عمليات الانطلاق اللي تتم من السواحل التونسيه تقريبا الجمله اللي وقع منع اجتيازهم 12569 فيهم حوالي 52% من جنسيات من جنوب الصحراء، هذا اللي خلى ربما تونس ايضا تصبح نقطه انطلاق رئيسيه من المهاجرين غير نظاميين نتيجه وضعيتهم الموجوده في تونس. الوضعيه هذه اللي معبيه بالانتهاكات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتي لا تحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء، اضافه لتداعيات الجائح عليهم تخليهم يضطروا كيف كيما التوانسة يفكروا في قوارب الهجرة غير النظامية. هو خلال السنوات الأخيرة مسار العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة غير النظامية شهد انحدار خطير من حيث خاصة انتهاك حقوق وكرامة المهاجرين، ومن حيث نسف مبدأ التعاون العادل. السلطات الأوروبية أو الإيطالية خاصة ارتكزت على اتفاقيات سابقة منذ سنة 1992 حول الهجرة، ونجحت منذ سنة 2011 عبر محاضر جلسات غير معلنة للقيام بعمليات الترحيل القسري اللي عرف أوجه خاصة منذ سنة 2017، تقريبا سنويا عنا أكثر من 2500 يتم ترحيلهم من إيطاليا. الجنسية التونسية تمثل دائما بين 65-70% من جملة المرحلين من إيطاليا، مش فقط إيطاليا، عنا إيطاليا عنا أيضا ألمانيا. ألمانيا منذ سنوات ترحل لنا تقريبا سنويا بين 500-700 تونسي، التحقت بهم فرنسا اللي اعتبرت أنه هي زادة من حقها مثل هذا التعاون اللي يعتمد أساسا على محاضر جلسات غير معلنة وغير منشورة. شفنا خلال الزيارات الأخيرة متاع مسؤولين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا كانوا جابوا معهم فرق تقنية اجتمعت مع الفرق التقنية في وزارة الداخلية، وكان مبدأ التعاون هذا يعتمد أساسا على مسألة مراقبة السواحل، ثم في النقطة الثانية التعرف على هوية المهاجرين غير النظاميين اللي يوصلوا إلى السواحل الأوروبية. تقريبا اليوم كي توصل لامبادوزا يتم التعرف على الهوية متاعك بأسرع طريقة أحيانا حتى من أنه يقع إيقافك في أي منطقة في تونس، ثم مسألة التعاون في مجال الترحيل القسري اللي أصبح ترحيلا على الهوية في السنوات الأخيرة، ترحيل على الهوية. والمعطيات هذه كل للأسف أولا ما نلقوش عليها كل المعلومات من الجانب التونسي، تقريبا تونس تتكتم على هذه المعطيات ومخصة تقريبا مطار نفيضة ومطار طبرقة اللي هما مطارات من أموال دافعي الضرائب التوانسة،
باش يدفعوا عجلة الاقتصاد، نلقوهم اليوم مطارات أشبه بغوانتانامو يقع فيها كل الانتهاكات في علاقة بحقوق المهاجرين غير نظاميين التوانسة. أيضا مسار عملية الترحيل هو لا يحترم حتى مبدأ أساسي في القانون الدولي، مبدأ عدم الإعادة القسرية وتوفر الضمانات، وأن يكون قرار فردي، بل أصبح ترحيل جماعي وعلى الهوية. الخط هذا لماذا؟ أولا خط صربيا لماذا؟ لأنه في البحر الأبيض المتوسط هو أصبح خط فيه أولا فيه خطورة كبيرة من خلال عدد الأموات والمفقودين، فيه معناها صعوبات مرتبطة أولا بظروف الرحلة واللي تنجم تتعرض له من عنف ولا إيقاف وإلا جرائم حتى ترافق الرحلة، ومرتبط أساسا أيضا بعملية الترحيل، لأنه حتى كي ينجح مشروعك الهجري غير نظامي تنجم تواجه الترحيل القسري وتلقى روحك بعد 3 أسابيع في تونس. إذن هذا اللي يدفع العشرات بالمئات من الشبان البحث عن حلول بديدة اللي توفرها شبكات تهريب المهاجرين هذه. وجاء الخط هذا اللي هو موجود سابقا لكن دائما بأرقام محتشمة، عرف الأوجه متاعه سنة 2011-2012 بأكثر من 750 واصل عبر هذا الخط، ثم عاد شيئا فشيئا منذ شهر أكتوبر تقريبا 151 سنة الفارطة وصلوا إلى 151 وصلوا إلى صربيا عبر هذا الخط. ومنذ بداية السنة إلى حدود نهاية شهر جويلية حوالي 2800 واصل عبر هذا الخط. ديما نقول الأرقام المرئية اللي نجم نرصدوها، ربما تم أرقام أخرى غير المعنى. الخط هذا جاء أيضا نتيجة شبكات متعددة الجنسيات تنشط على الشبكات الافتراضية، رغم الكلفة المادية الباهظة نتاع الخط هذايا، لكن الشبكات هذه اللي تنشط افتراضيا وتحاول تستقطب المترشحين للهجرة وتوثق حتى عمليات الرحلة وتحتفي حتى بنجاح الوصول، خلى يشجع اليوم العشرات من المتحفزين لتحقيق هذا المشروع. الهجرة غير نظامية بعد 25 جويلية أيضا اتخذت منحا خطيرا باعتبار أنه منظومة ما بعد 25 جويلية ركزت معناها هيمنتها على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي مسألة السيادة، والنقطة الثانية هي مسألة مقاومة التطبيع، والنقطة الثالثة هي مسألة الحقوق والحريات. اليوم هذا للأسف يقع نسفه في مجال الهجرة. وقت اليوم نشوف التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي اللي ما يحترمش سيادة تونس، وقت اللي نشوفه معناها عملية المراقبة تتم معناها بوسائل تقنية توفرها دول أوروبية، وكأنه أمر الاعتراض نتاع مراكب الهجرة غير النظامية أصبح لا يصدر عن ضابط تونسي، أنها تصدر بتعليمات خارجية. النقطة الثانية هي مسألة مقاومة التطبيع. كلنا نعرف أنه منذ 2019 قوة معناها مناضلة في أوروبا عملت حملة كبيرة ضد صفقة بين وكالة فرونتكس وشركة الصناعات الجوية الصهيونية اللي اعتمدت على طائرات دون طيار، اللي تكنولوجيا صهيونية اليوم تراقب في السواحل التونسية والليبية ويتقاسموا المعطيات هذه بطريقة غير مباشرة مع الجانب التونسي، ومن بعد تصدر أوامر الاعتراض. وكنا نعرف أن التكنولوجيا هذه لم تنشر السلام في فلسطين، فبالتالي أيضا لم تنشر السلام في البحر الأبيض المتوسط الأوسط. النقطة الثالثة هي مسألة الحقوق والحريات. اليوم وقت يقع مصادرة حق التنقل والدولة التونسية تسخر له إمكانيات كبيرة لمصادرة هذا الحق، وإلا اتفاقيات تكرس معناها مصادرة هذا الحق، فإنه اليوم نتسأله. أيضا مسألة مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو حق وحق اللجوء للتوانسة اللي يوصل الدول الأوروبية اللي تقوم به السلطات التونسية هو نسف لكل هذه الحقوق اللي كانت معناها تضمنها المعاهدات الدولية. للأسف السياسات نتاعنا ومشهد ما بعد 25 جويلية ماشي أيضا في منزلقات خطيرة، وقابل باش يلعب دور الحارس للحدود الأوروبية ودور المنتهك لحقوق وكرامة المهاجرين التوانسة وغير التوانسة.